دانيال شهبخش. التوجيهات ما قبل بدء النزال. الجولة الأولى بين الملاكم المنغولي والملاكم الإيراني. الملاكم المنغولي صاحب التصنيف الأول عالميا يواجه الملاكم الإيراني الملاكم المجتهد. نزال سيكون أكثر من رائع. أعتقد الدقائق الأولى سيكون جس نبض لكلا الطرفين. حذر كبير من الملاكم المنغولي لوجود إصابة في عينه. أعتقد سيكون حذر. إضافة إلى الملاكم الإيراني يعني يمتهن الأسلوب يعني المضاد في تزيد اللكمات. ينتظر الملاكم لتزيد لكمات ومن ثم وجود يعني الثغرات لتزيد لكمات بالمقابل. هل سيثبت الملاكم المنغولي ثباته على الترتيب الأول أم ستكون لدولة إيران الملاكم الإيراني رأي آخر؟ سنشاهد هذا النزال. تسديدة يسارية جميلة أسفل البطن وأعلى الوجه للملاكم المنغولي. الملاكم المنغولي ملاكم رائع جدا، يمتلك خيارات رائعة، وكذلك الملاكم الإيراني. الأسلوب الضغط الذي رأيناه من أول يوم البطولة، خاض العديد من النزالات الملاكم المنغولي وبنفس الأسلوب وبنفس الإصرار. المصنف أول عالميا الملاكم الإيراني يجب عليه الاجتهاد لمواجهة مثل هكذا ملاكم رائع ذو خبرة عالية ولكمات قوية وتركيز رائع. وضوح باللكم للملاكم المنغولي. يجب على الملاكم الإيراني تسديد لكمات أخرى لمواجهة منغوليا. لاحظ الملاكم المنغولي يعني تشوفه أنه يتفادى اللكمات ومن ثم تسديد لكمات مؤثرة إلى أسفل الجسم ومن ثم صعودا. إضافة إلى يعني عند تسديد الملاكم الإيراني لكمة تلاحظ أنه يعمل يعني يسكر ويعني يتجنب هذه اللكمات. نزال أكثر من رائع، تفوق بعض الشيء لمنغوليا وكونه هو صاحب المبادرة. الملاكم الإيراني يجب عليه الاجتهاد أكثر. 10 ثواني أخيرة للجولة الأولى. منغوليا إيران، انتهت الجولة الأولى لنهائي بطولة آسيا 60 كيلوغرام بين منغوليا وإيران. أعتقد الملاكم المنغولي صاحب المبادرة كان له الأفضلية في هذه الجولة من خلال تسديد مجاميع لكمية. نلاحظ الإعادة، لكمات رائعة متبادلة من قبل الملاكم المنغولي والملاكم الإيراني. انظر 3 لكمات ممتازة. الملاكم الإيراني بأسلوبه الدفاع السلبي يجب عليه الاجتهاد للصعود على منصة آسيا والحصول على الذهب. الملاكم المنغولي ليس ملاكما سهل. هل سيقول كلمته الملاكم الإيراني؟ سنرى ذلك في الجولة الثانية. الجولة الثانية في نهائي بطولة آسيا لوزن 60 كيلوغرام بين ملاكم منغوليا المصنف أول عالميا إرنبات سنبات مع الملاكم الإيراني دانيال شهبخش. ضغط مستمر من الملاكم المنغولي في الجولة الثانية لثبات أحقيته للصعود على الذهب. صاحب بنية جسمانية رائعة الملاكم المنغولي. الملاكم الإيراني يجب عليه الاجتهاد أكثر وأكثر.
يستخدم الملاكم الإيراني الدانس في الأداء، أي بمعنى استخدام الرجل والحركة لتفادي اللكمات المؤثرة، ولكن يجب عليه يعني تسديد لكمات. نلاحظ يجتهد الآن يسدد لكمات، ولكن ذكاء الملاكم المنغولي يحد من هذا الهجوم الإيراني. ملاكم أكثر من رائع، لاحظنا هذا الملاكم يعني ملاكم الركن الأزرق الملاكم الإيراني في التصفيات قبل الصعود إلى نهائي بطولة آسيا، يعني أسلوبه تصاعدي من الجولة الثانية والثالثة أيضا، يعني ممكن أنه يكون له رأي آخر في يعني الجولة هذه الجولة والجولة القادمة. الملاكم المنغولي يجب إثبات جدارته وتسديد لكمات مؤثرة إلى جسم ووجه الملاكم الإيراني. الملاكم الإيراني يحاول ويحاول، تنبيه حكم الحلبة لكلا الملاكمين. نزال رائع بين المنغولي والإيراني، وزن 60 كيلوغرام، من سيكون صاحب الكلمة هذا اليوم؟ الجولة الثانية، يجب على الملاكم الإيراني الاجتهاد أكثر. الملاكم المنغولي يترقب الملاكم الإيراني ومن ثم يسدد المجاميع اللكمية والخيارات اللكمية التي تلقاها من خلال التدريب الكثيف، وهو سبب في وصوله إلى هذا الترتيب العالمي وإلى فاينل البطولة الآسيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 60 كيلوغرام، آخر 10 ثواني. الملاكم الإيراني بأسلوبه الطويل، تنتهي الجولة الثانية بين منغوليا وإيران. دانيال شهبخش، هل سينتزع الذهب من المصنف أول عالميا منغولي إرنبات ساندبات؟ ملاكم رائع جدا، يمتلك خيارات رائعة، مصنف أول عالميا. تعليمات المدربين إلى اللاعبين وتوجيههم، انظر هذا القطع اليسار الجميل من الملاكم الإيراني، تلاحم واشتباك مستمر. لكمات جميلة، جميلة جدا. الملاكم الإيراني يحاول ويحاول، المساعدان خارج الحلبة. الجولة الثالثة بين الملاكم المنغولي والملاكم الإيراني، وزن 60 كيلوغرام، نهائي آسيا. تسديد لكمة جميلة، الملاكم الإيراني ملاكم ذكي كما قلنا، أسلوبه تصاعدي. الجولة الأولى لم يلعب، ولكن نلاحظ أنه يجتهد في هذه الجولة. الملاكم المنغولي يترقب لتسديد اللكمات ويعتمد على القوة في هذه اللكمات. تنبيه، الملاكم المنغولي يحاول الاقتراب من المنافس الإيراني، والملاكم الإيراني يسدد لكمات مع بعد المسافة وقياس المسافة لتجنب اللكمات القوية للملاكم المنغولي. مرة توقف وتنبيه الحكم للركن الأحمر. نزال أكثر من رائع، هجوم من الملاكم المنغولي لإثبات جدارته. الملاكم الإيراني خطاف يسار جميل من الملاكم المنغولي. الملاكم المنغولي أقرب، الملاكم المنغولي أقرب في هذا النزال من خلال
تسديد العديد من اللكمات المؤثرة إلى وجه الإيراني. الملاكم الإيراني يجب عليه الاجتهاد. الملاكم المنغولي صاحب التصنيف الأول عالميا يثبت جدارته في هذا النزال. تسديد لكمات جميلة. نزال أكثر من رائع بين الملاكم المنغولي. الملاكم الذي يقول كلمته في هذا النزال، هل سيكون الذهب من نصيبه أم ستكون للإيراني كلمة أخرى؟ باعتقادي أنه الملاكم الإيراني المنغولي اجتهد في الجولتين، ومما يعني برأيي أنه كان له الأفضلية يعني، ويحاول الملاكم الإيراني في هذه الجولة. محاولات جميلة من الملاكم الإيراني بأسلوبه الطويل لتفادي اللكمات القوية التي يمتلكها الملاكم المنغولي. تنبيهات الحكم. نزال أكثر من رائع في نهائي 60 كيلوغرام، نهائي أبطال آسيا. 10 ثواني أخيرة. تسديد لكمات أكثر من رائعة من الملاكم الإيراني. انتهت الجولة الثالثة. هل ستفيد الملاكم الإيراني أم لا؟ الملاكم المنغولي ملاكم رائع جدا. نلاحظ أداء التحية. الملاكم المنغولي في وزن 66 كيلوغرام، ملاكم أكثر من رائع. والملاكم الإيراني دانيال شهباخش اجتهد في الجولة الثالثة. هل ستكون هذه الجولة كافية لإعلان الذهب أم سيعلن كلمته الملاكم المنغولي؟ The winner by unanimous decision in the red corner representing Mongolia. 60 كيلوغرام. الملاكم المنغولي يثبت جدارته على قمة آسيا بنتيجة 5-0 من القضاة.